قدرات ودايما املنا فيه كبير جدا. حسين الشحات اقترن النهارده بمحمد صلاح، وربما البعض شافه مكان صلاح. اي لاعب هيلعب في الملعب في بوزيشن صلاح او في مركز صلاح انا حطيت عليه حمل كبير جدا. طبعا شوف، احنا مش عايزين نقيم اي لعيب يلعب مكان صلاح نقول ده محمد صلاح، لان محمد صلاح واحد بس مش هيتكرر تاني. زي مهاجمين جت على في تاريخ الكره المصريه ما ينفعش نقارنهم، زي كابتن حسام حسن ما ينفعش، كابتن محمود الخطيب ما ينفعش، ان احنا نقارن نقول فلان مكان فلان، ما لا لا ما ينفعش خالص. لكن محمد صلاح اسلوب واداء وشكل وطريقه وحب للناس، خلاص الموضوع منتهي خالص. يمكن اللي مميز كمان محمد صلاح ان هو مش مرتبط بنادي في مصر، ودي حاجه مهمه جدا، يعني ان هو لا اهلي ولا زمالك ولا اسماعيلي ولا مصري، يعني الناس لا الناس كلها يعني كلها حباه. لكن حسين الشحات ممكن يبقى ليه ميول، وكنت اتمنى ان هو يكون ان شاء الله يعني نصيب النادي الاهلي، زي ما انا قريت وسمعت ان هو في النادي الاهلي داخل في مفاوضات معاه. الحقيقه اللعيبه المميزين جدا، واللعيب ان شاء الله هيبقى مؤثر. اللعيب ده محتاج فرقه كبيره يظهر فيها الحقيقه.